وفي هذا الإطار يجدر التنويه بالمنجزات التالية: إطلاق وتدشين مشروع المدينة النموذجية للدفع الإلكتروني بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله في أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى الدعوة ممثل البنوك الوطنية للتنظيم عدة حملات تحسيسية متواصلة في سبيل تعميم ثقافة التربية المالية، حيث تم تنظيم أسبوع لنشر الثقافة المالية بالتعاون مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي على مستوى الجامعات والمدارس العليا، تجسيد مبادرة التحول الرقمي لجهاز الجمارك، حيث تم تجسيد رسمي لمقر المركز الوطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك في نوفمبر 2023، تدشين مركز البيانات للوزارة المالية في 16 ديسمبر 2023، والذي يعد واحد من أهم المشاريع التي بشرتها وزارة المالية، ويأتي في سياق التحول الرقمي الذي يتطلب توفير البنى التحتية المناسبة للإدارة البيانات بشكل آمن وفعال، حيث أن استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة في تخزين ومعالجة البيانات يمثل أحد الأساسات الرئيسية لتحقيق الكفاءة والشفافية في عمل الحكومة ومحاربة مظاهر البيروقراطية والغش بكل أنواعه، ويشكل ركيزة استراتيجية لأنظمة المعلومات الرامية إلى تحسين أداء الوزارة وتجسيد القرارات السريعة والدقيقة. وفي إطار رقمنة إجراءات إبرام الصفقات العمومية، يتم العمل على إنجاز منصة إلكترونية مخصصة لإبرام الصفقات العمومية تسمح بنشر الإعلانات الدعوات للمنافسة من طرف المصالح المتعاقدة، وكذا التبادل والنشر المعلومات المرتبطة بالصفقات العمومية، بالإضافة إلى إمكانيات التحميل المجاني لدفتر الشروط من طرف المتعاملين الاقتصاديين.